хороший профессиональный прогноз. علينا أن نأخذ في اعتبارنا جميع الاحتمالات بشأن تطور الوضع الوبائي في البلاد، بما في ذلك الأوضاع الاستثنائية والأكثر تعقيدا من أجل التعديل الفوري لعملنا الاستراتيجية والتكتيكية في حال تطلب الأمر منا ذلك. في مؤتمر عبر الفيديو يوم الاثنين حذر بوتين من أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكون حاسمة في معركة روسيا ضد كوفيد-19، مشيرا إلى أن الوضع يتغير كل يوم ولكن ليس نحو الأفضل. وقد أعلنت روسيا عن أكثر من 2500 إصابة جديدة بالفيروس يوم الاثنين، ما يسجل على قفزة يومية في البلاد، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي 18,000 حالة، من بينها 148 حالة وفاة. وبدأت موسكو تصدر تصاريح رقمية لضمان اتباع إجراءات الإغلاق.